شكرا لكم على حضوركم. نبقى الآن مع كلمة ختامية يلقيها على مسامعكم مدير مؤسسة سيد أحمد سغري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية لكم جميعا، كل بصفته واسمه. حصل لي الشرف بعد ما انتقلت مديرية العرائش أنني نتكلف بتدبير إداري المؤسسة، لكن بعدما عرفت المجهودات الجبارة التي كان يقوم بها المرحوم فمسؤوليتي أصبحت أكبر. فلترقد روحك بسلام، سنتمم وسنناضل تربوي أجرف المؤشرات التي كان يشتغل عليها المرحوم. لا نستودع التجويد تجويد التعلمات ولا رفع المعدلات ديال النجاح ولا تفعيل الحياة المدرسية ولا تجهيز واستعمال العدة المعلوماتية. جميع الأوراش اللي كانت مفتوحة في العهد ديال المرحوم غادي نكملوها إن شاء الله بتفان وصدق وجد بشكل جماعي، وأنا ألتزم أمامكن وأمامكم بهذا كمنسق لهذا العمل. حفظكم الله، الله يرفع لنا هذا الوباء، الله يرحم المرحوم. شكرا للجميع. هذه لحظة الزوجة ديالو والأسرة الصغيرة والكبيرة، فلتطمئنوا. لكن طلبنا الوحيد لا ننسى، جميعا لن ننساه من الدعاء، لن ننساه من الدعاء. ونحن في الميدان وفي المؤسسة التعليمية سائرون مستمرون مبدعون لنتمم المسيرة التي ترك لنا المرحوم.